ايفي جيمنج وفيديو جديد نمبر 1 في التحقيقات ماليش منافس وخد وهات انا بنفسي صنعت نفسي واللي يقول غير كده كذاب. وازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، اكيد يا ابطال كلنا عارفين ان شركه روبلوكس كل سنه بتحدث من نفسها، وهو ده مقطع النهارده وجاي نتكلم على الموضوع ده، ولكن في تفاصيل غريبه جدا جوه الموضوع ده هنعرفها في مقطع النهارده. بس قبل ما نبدا مقطع النهارده ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو ده وكمان سبسكرايب للقناه عشان قربنا نوصل ل 700,000 مشترك. ويلا بينا نقرا الكومنتات مع بعض. اول كومنت معانا وبيقول: سهل تكون صانع محتوى بس صعب تكون ايبي جيمنج. حمل التوصيل بلال 1,000,000 مشترك قبل نهايه السنه. حبايب قلبي يا ابطال وشكرا جدا بجد يا ابطال، انا ما بقتش قادر ان انا اعمل اي مقطع بدون حتى ابطال مقر اي كومنت منكم. بجد بجد بحبكم جدا وشكرا على الكومنتات التحفيزيه الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي دي. الكومنت اللي بعد كده من عبد الله وبيقول: احبك يا بلال، انت رئيس التحقيقات وكمان نمبر 1 في التحقيقات. حمل التوصيل ايبي جيمنج للمليون قبل نهايه السنه. اخوك عبد الله من السعوديه. احلى عبد الله في السعوديه، وبجد بجد بحبكم جدا لان انتوا حرفيا يا ابطال بتدوني طاقه ايجابيه جامده جدا بجد، واتمنى يا ابطال الطاقه دي تفضل موجوده. تحسوا ان انا صوتي شويه متغير يعني بسبب ان انا عندي برد وكده، ولكن يا ابطال مفيش اي حاجه حرفيا تبعدني عنكم. مقطع التحيه هينزل يعني هينزل، ودعوا لخف بالسلامه يا ابطال. الكومنت الثالث وبيقول: احبك يا بلال، ان شاء الله تطلعني بالفيديو الجاي. حمل التوصيل بلال للمليون مشترك قبل نهايه السنه. ان شاء الله باذن الله يا ابطال نقدر نوصل للمليون مشترك قبل نهايه السنه، وطبعا طلعتك في الفيديو ده، وانت برضك يا بطل الابطال تقدر تكتب اي كومنت وان شاء الله ليك فرصه انك تطلع في المقطع اللي جاي. الكومنت الاخير: استمر يا وحش، حمل التوصيل بي جيمنج 10 مليون قبل نهايه السنه. ايه يا بطل الابطال، احنا لسه حتى ما وصلناش مليون، ولكن انا واثق فيكم. ويلا بينا نبدا مقطع النهارده. طبعا شركه روبلوكس يا ابطال دايما بتعمل فعاليات واحداث جدا جدا كتير، سواء في ارض الواقع او سواء في لعبه روبلوكس. شركه روبلوكس عملت حاجه اسمها RDC 2023، وعملت لها موقع كمان زي ما انتم شايفين. المفروض يا ابطال ان هي كانت من يوم 8 ليوم 9 سبتمبر، وزي ما انتم شايفين يا ابطال شكلها كمان عامل ازاي، وحرفيا يا ابطال بتضم مجموعه كبيره جدا من صانعين محتوى لعبه روبلوكس في العالم كله، ولكن طبعا ما عدا مصر والدول العربيه، ودي حاجه بصراحه غريبه جدا. ولكن بجد يا ابطال جابوا كميه يوتيوبرز مشهورين جدا واحنا عارفينهم زي كريك كرافت وناس كتير قوي بتلعب ماب البيوت، وكمان ام ام 2 وناس كتير قوي مشاهير. وحرفيا يا ابطال ار دي سي بجد بجد يا ابطال بيضم ناس كتير قوي، زي ما انتم شايفين الناس بتكون لابسه تيشيرتات لعبه روبلوكس، وهو ده دايما يا ابطال الشخص اللي بيتكلم على تحديثات لعبه روبلوكس، وزي ما انتم شايفين الناس بتجرب ايه الجديد في لعبه روبلوكس. بجد بجد يا ابطال بيكون حدث جدا جدا جامد. او ماي جاد يا ابطال ده عايزيننا نسجل فيه عشان يجي لي يعني اخر التحديثات. والله ايه المانع، هبقى اسجل فيه حاضر. ولكن بجد يا ابطال في مقطع النهارده هقول لكم حاجه مجنونه جدا حصلت، وبالاخص حصلت مع اليوتيوبر كريك كرافت اللي هو يعتبر داخل على 9 مليون مشترك. وكل الاخبار اللي هكلمكم عنها النهارده ليها علاقه بار دي سي روبلوكس، التحديثات الجديده اللي انتم بجد هتتفاجئوا منها في 2024 او قبل ما السنه تخلص. كلنا عارفين ان لعبه روبلوكس الفتره الاخيره بتحاول ان هي تحسن من نفسها كلعبه روبلوكس، ولكن معظم الاوقات يا ابطال بيكون الخادم فيه مشاكل وانتم عارفين لعبه روبلوكس. ولكن لعبه روبلوكس اعلنت مؤخرا عن طريقه جديده للتواصل مع اصدقائك، وهي اللي انت تقدر تتصل عليهم او هم مثلا يتصلوا عليك، ودي احنا قلناها في المقطع اللي فات. ولكن في الصوره اللي انتم شايفينها قدامكم دي حرفيا يا ابطال بتبين لنا بجد الموضوع هيبقى ماشي ازاي. تقدر اللي انت في قائمه الاصدقاء تدوس على اي شخص وهو في اي لعبه وتقول له تعالى نتكلم سوا جوه اللعبه، وتقدر كمان تكلمه صوت. معرفش الموضوع ده بجد ولا ايه، ولكن غالبا زي ما انتم شايفين يا ابطال بيقول لك اللي هو هيجي لك وانت قاعد بتلعب، وزي ما انتم شايفين في الفيديو كده بيجي لك رساله على الموبايل والمفروض انت بتدخل عليها على طول. بجد بجد حاجه جدا جدا مجنونه، ومش عارف بصراحه ازاي الموضوع ده هيمشي على الجهاز الكمبيوتر. ولكن بجد التحديث ده مثير جدا للجدل، وانا مش فاهم بصراحه هو حاجه زي الذكاء الاصطناعي لكن في لعبه روبلوكس. وفعلا لعبه روبلوكس بدات تتطور بطريقه مجنونه جدا، ومعرفش الحاجات دي فعلا هتتطبق ولا هم بيعرضوها كده وهتكون في المستقبل البعيد.
بعيد زي ما انت شايفين يا ابطال. بيقول لك ازاي اللي انت بعد كده هتصمم او ماي جاد، بيقول لك اللي انت هتقدر تصمم مبات ولكن بالذكاء الاصطناعي. بجد بجد في موضوع غريب جدا يحصل في لعبه روبلوكس، واللي انت تقدر تنشئ كمان العاب ومبات في لعبه روبلوكس عن طريق الذكاء الاصطناعي. حاجه بجد بجد مجنونه وغريبه جدا، وممكن بعد كده نبقى نعمل حلقه ابطال عنها كامله، لان لعبه روبلوكس كده باين عليها في السنه الجديده هتضيف لنا الذكاء الاصطناعي في كل حاجه في لعبه روبلوكس. واضح كده ان هم هيرفضوا ناس كتير قوي شغالين زي ما انتم شايفين يا ابطال. هم سالوا الذكاء الاصطناعي، يعني بيسالهم اي اسئله وكده، بيقول له ازاي احقق دخل من لعبتي. زي ما انتم شايفين يا ابطال كتب له موضوع تعبير. بجد الموضوع غريب جدا، يعني يعتبر ده ابطال شات جي بي تي ولكن في لعبه روبلوكس. بجد التحديث ده غريب قوي، واللي خلى لعبه روبلوكس اصلا تفكر فيه. والله بجد موضوع غريب وفي نفس الوقت موضوع جامد. وما اعرفش بصراحه ايه اهميه الذكاء الاصطناعي لما يدخل في لعبه روبلوكس. انا عارف يا ابطال اهميته في المبات بجد بجد هيكون حاجه جدا جدا خارقه، لان هو يا ابطال هيطور لعب كتير قوي زي مثلا ماب البيوت زي ام ام 2 زي دورز، وحرفيا اللعب مش هنلاقيها مثلا زي ما الناس بتيجي تقول اللعبه دي مثلا تحسها اطفال او تحسها ما فيهاش جرافيك وكده. بجد بجد الناس اللي واخده فكره عن لعبه روبلوكس ان هي لعبه اصلا للاطفال فكرتها هتتغير خالص 360 درجه. وفي برضك يا ابطال حاجه جديده جدا دخلت في لعبه روبلوكس، وهي ابطال الصوره الشخصيه بتاعتك، تقدر تغيرها باي طريقه انت عايزها. بجد يا ابطال الحاجه اللي انا شايفها دي غريب قوي. هو يا ابطال اللي بيحصل بجد في لعبه روبلوكس، لعبه روبلوكس بتفكر تعمل تحديثات بجد بجد ما خطرتش على بالنا خالص. ما كنتش متوقع ان لعبه روبلوكس تعمل كده ابدا. هم يقصدوا طبعا يا ابطال الصوره الرمزيه اللي هي في الافاتار عندنا. زي ما انتم شايفين الافاتار بتاعنا عامل ازاي، احنا نقدر بقى نغيره من هنا وبطريقه جدا جدا سهله، ولعبه روبلوكس هتوفر لنا كده اصلا، وهنقعد نعدل ونعمل حاجات كتير. او ماي جاد يا ابطال. واخر موضوع كنت عايز اكلمكم عليه وهو موضوع كري كرافت. كري كرافت يا ابطال طبعا كلنا عارفينه، شركه ار دي سي روبلوكس كلمت كري كرافت لان هو يعتبر من منشئي المحتوى القويين جدا في لعبه روبلوكس، وقالت له تعالى عشان يعني تشوف التحديثات واخر الاخبار. والمفروض ان هو فعلا يا ابطال راح من يومين، وفعلا يا ابطال ده كان مؤتمر جامد جدا، وهو ده المؤتمر اصلا اللي بيضم نجوم لعبه روبلوكس وكمان اشخاص المشاهير. وتمت دعوه مجموعه من اللي بيعملوا البثوث المباشره واليوتيوبرز اللي بيعملوا مقاطع على اليوتيوب، ومن ضمنهم يا ابطال كري كرافت. ولكن حصل جدا جدا حاجه غريبه، البث المباشر بتاع كري كرافت انتهى بنهايه سيئه قوي. كري كرافت يا ابطال كان بيعمل بث مباشر عادي جدا، وزي ما انتم شايفين يا ابطال كري كرافت كان ماشي عادي جدا، ولكن انصدم بحاجه جدا جدا غريبه، وهي يا ابطال ان الشرطه الامريكيه وقفته عن حده وقالت له ممنوع اصلا انك تستخدم الكاميرا. وده يا ابطال حاجه غريبه قوي بصراحه، ولكن يا ابطال ساعات بحس ان فعلا الشرطه بتكون ليها حق، عشان يعني الحاجات اللي هم عاملينها دي ليها ملكيه خاصه وما ينفعش اصلا اللي هي بتعمله ده. وللاسف يا ابطال مسح البث المباشر، ودي بصراحه حاجه كانت رخمه قوي. ولكن يا ابطال البث المباشر زي ما انتم شايفين رجع عنده في قناته، ومعمول يا ابطال من يومين، وزي ما انتم شايفين البث مدته ساعه و20 دقيقه. كري كرافت كمان عمل مقطع امبارح مدته 10 دقائق واتكلم فيه عن الموضوع ده، وان فعلا يا ابطال كري كرافت كان فعلا هيخش السجن. انتوا متخيلين يا ابطال لعبه روبلوكس ازاي اصلا تعمل حاجه زي كده؟ ولا غالبا كري كرافت كان بيحاول يقلد ايشوز بيد. اكيد كلنا عارفين ايشوز بيد دايما يا ابطال لما بيجي بيسافر او بيروح في اي بلد بيكون معاه بودي جاردات وبيصور البث المباشر بتاعه، والبودي جاردات دي يا ابطال تعتبر بتحميه، ولكن اكيد مش بتحميه من الشرطه. بصراحه البث المباشر انتهى نهايه سيئه جدا عند كري كرافت، لان هو يا ابطال كان فاكر خلاص بقى ان هو بيعمل بث مباشر وبيبين كل حاجه حرفيا بتحصل. ولكن كري كرافت بصراحه اتفاجئ جدا وافتكر ان هو اصلا خلاص هيتحبس، ولكن حراس الامن اللي في ار دي سي روبلوكس في المؤتمر هناك كانوا ماشيين ورا كري كرافت وبيتابعوه، ودي حاجه بصراحه رخمه جدا بجد. واحد زي كري كرافت بصراحه يعني بيتعب قوي على المقاطع، ويعتبر شهر لعبه روبلوكس جامد قوي، يعني بردك حاجه رخمه جدا يا لعبه روبلوكس. زي ما انتم شايفين يا ابطال كري كرافت عمل المقطع ده وبيقول اللي هو تهدد تهديد امني بسبب الموضوع ده، بسبب المؤتمر اللي هو راحه، وهو في الاساس اصلا عباره عن مؤتمر روبلوكس سنوي بيجمع كبار المبدعين والناس اللي بتعمل محتويات على اليوتيوب. بيحكي هنا ابطال في المقطع قصته وهو في البث المباشر وهو كان هناك، ولما ابطال حصل الموضوع ده بيقول اللي هو خد اوبر من هناك واضطر اللي هو كان لازم يمشي. بصراحه كان حاجه غريبه قوي يعني، وعيب جدا بجد. وهو ابطال اتكلم على موضوع الامن لما جم يا ابطال وبيحققوا معاه وبيقولوا له هو انت عندك تصريح اصلا ولا لا؟ ودي حاجه غريبه قوي، تصريح ايه؟ ده انا اصلا في مؤتمر ومؤتمر مشهور، ده انا اوري لك قناتي بس وكله يبقى تمام، وهتفهم ان انا فعلا صانع محتوى ومش عايز اضرب المكان اصلا، الا بقى لو انتوا اللي عندكم مشاكل. لان ابطال طبيعي جدا
لكن تخيلوا لو انا رحت هناك، اكيد يا ابطال اعمل لكم فلوج وممكن كمان بث مباشر المانع، ولاقي فجاه حد في نص البث مباشر يقاطعني ويقول لي ما عندكش تصريح. والله حاجه جدا جدا غريبه، يمكن يا ابطال تكون دي قوانين واحنا ما نعرفش اي حاجه، ولكن المفروض روبلوكس تكون فاهمه وعارفه حاجه زي كده. بس بصراحه يا ابطال انا محتاج تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، هل الموضوع ده صح ولا لا، وان الامن يا ابطال عملوه مع كريكرافت صح ولا لا. اتمنى يا ابطال يكون عجبكم مقطع النهارده، ما تنسوش يا ابطال تحطوا حالا لايك للمقطع ده وكمان سبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ابقى جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله.